جريمة حريق المسجد الأقصى المبارك في 21 من آب عام 69 التي نفذها الإرهابي الصهيوني الأسترالي دينيس مايكل روهان تمثل أبرز حدث يدل على نوايا ومخططات الاحتلال الإسرائيلي لهدم وتدمير المسجد الأقصى وبناء هيكل مزعوم على أنقاضه بعد أن وقع تحت الاحتلال الإسرائيلي في 7 حزيران عام 67 على طريق المشروع الصهيوني المستهدف للقبلة الأولى، الزاعم بأنه لا قيمة لإسرائيل بدون القدس ولا قيمة للقدس بدون الهيكل. فإن حريق المسجد الأقصى المبارك حقيقة لم يتوقف ولو لدقيقة واحدة، فالنيران ما تزال مشتعلة فيه منذ 47 عاما عبر ألسنة نيران الاقتحامات والتدنيسات والحفريات والأنفاق والتهويد والاستيطان، والتي تشكل خطرا يستهدف المسجد الأقصى على مدار الساعة. سبعة وأربعون عاما على هذه الجريمة، ومحاولات سلطات الاحتلال لم تتوقف لتدمير وتخريب المسجد الأقصى وغيره من المقدسات والمعالم التاريخية الإسلامية والمسيحية، استمرارا للمخطط الصهيوني الرامي إلى تهويد الجغرافيا والتاريخ في فلسطين المحتلة وتغيير الوقائع والحقائق على الأرض بدعم غربي كامل وصمت دولي مطبق.